السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. إنقاذ ركاب عبارة في نهر النيل بسوهاج بعد عطل مفاجئ لأحد المحركات. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. إنقاذ ركاب عبارة في نهر النيل بسوهاج بعد عطل مفاجئ لأحد المحركات، وإليكم التفاصيل. شهرت العبارة سوهاج واحد المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة مركز طحطة لمسافة 200 متر قبل وصولها للمرسى الغربي، عطلا مفاجئا في أحد محركات العبارة دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح. كانت الأجهزة الأمنية والمحلية قد تلقت بلاغا بحدوث عطل مفاجئ في العبارة سوهاج واحد بنهر النيل بمنطقة طحطة، وتم الدفع الفوري بمعدات الإنقاذ والتأمين والتي توجد على مسافة قريبة جدا نظرا لوجود نقطة إنقاذ نهري بالمنطقة، وتم إنزال كافة الركاب المتواجدين على العبارة ونقلهم بلانشات مؤمنة بتأمين من قوات الإنقاذ النهري، وتم تثبيت العبارة في مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وتم سحبها من الشاطئ الغربي ولم يتم رصد أي إصابات أو خسائر بالمعدة، وجاري انتداب لجنة فنية لبيان سبب توقف العبارة المفاجئ، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان البلاغ مع الاستمرار للتأكيد من سير العملية الملاحية لنقل الركاب ما بين الشرق والغرب بالشكل المعتاد. لا تنسى الضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر.